ازيكم عاملين ايه؟ انا الدكتورة ريم، استشاري الجلدية والتجميل عيادات لايف كلينك. النهاردة هنتكلم عن توبيك جديد هو الخيوط او ثريدز. اكيد كلنا سمعنا عن الثريدز، لكن يا ترى ايه استخداماتها؟ اشكالها ايه؟ بتعمل ايه؟ اول حاجة احنا هنتكلم على استخدامات الخيوط. استخدامات الخيوط يا اما للنضارة، ودي خيوط بتبقى سبايرل او سكرو، بتتحط في الاماكن اللي فيها التجاعيد او اللي فقد الفوليوم بتاعها، فبتحسن لنا الوجنتين او النيزوليبيل الخطين اللي في الوش او الماريونيت لاين الخطين اللي بيبقوا نازلين وبيدوا شكل مش لطيف للوجه. اما الخيوط الاساسية هي خيوط شد الوجه اللي بتعمل لنا شد للوجنتين، او لو عايزين نرفع الحاجب بتشد لنا الحاجب لفوق، او لو عايزين نحدد الجو لاين او الخط المندبل او زي ما الناس كتير بتسميه اللي هو نفرتيتي لاين، ده كل ده نقدر نعمله بالخيوط. برضو الخيوط بتشد لنا الرقبه، وهي اكتر حاجه بيبان فيها السن وبيبان فيها جمال المراه، فالخيوط عملت وحلت محل عمليات الجراحيه اللي كنا بنضطر نستخدمها زمان عشان نشد بيها الرقبه. الخيوط دي هي خيوط في الاغلب بتكون ابزوربل، يعني بتدوب مع الوقت في خلال 6 شهور، لكن مفعولها بيستمر لسنتين لثلاثه، ودي من افضل النتائج اللي بنحصل عليها في الخيوط، هي خيوط البي دي او.